تمشي عالقانون وعيدك عالوقت تكون عنا الموضة جنون جنون وكل شي بده واسطة وحياتك 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 مش ضابطة ما تجرب تعقل اصحى يفتكروا القصة ما تسحى ما تجرب تعقل اصحى يفتكروا القصة ما تسحى لمصلحتك تعمل صلحة وتركب بيها البوصلة وحياتك وحياتك مش ظابطة ضعنا وضيعنا الطاسي ريح همومك عم راقي ضعنا وضيعنا الطاسي ريح همومك عم راقي افضل تحكي لسياسي كل احلامك فارضة وحياتك وحياتك مش ظابطة ما عندك خبرة بهالكار والبلد مليان وكار دايب لا توقع شي نهار ونعلق لك يا ابطا مش ظابطة الحمد لله شو هالخبر السعيد هيدا فعلا الله بيحبنا ما عرفتو ترى عنا واسطة الشفتين تبعت صديقتي من ايام الدراسة مش بس انت وحدك عندك واسطة شو بك شو هيدا ده الدخان كيف صرتي مدام بس بقى حليتي دكتور وجهها والعين نفس شو بدي خبرك ما دعت ليهم عبكرة بكير عملية يلا عتلين دكتور بس لحظة يا ريت بتفسرنا شو رح تعملوا وشو حالة الماما المظبوط لأن ما حدا فاهمين شي ما تعتلوا هم هلا بيجي ايدي مساعدة بفسر لكم كل شي ميرسي مظبوط على ايدي شو رح يعني حالة المريضة وخففوا لي هالعجلة هون بليز أول شي مدام بدك تشلحيها قميص النوم تلبسينها الروب الأبيض لأنه عنا سجل فحوصات دكتور بس يا ريت بتفسرنا شو رح تعملوا على المظبوط هلا بتجي النيرس بتحضرك وبتفسركم سلامة قلبك حلو كتير الدكتور قال المساعد والمساعد قال النيرس الله يستر شو رح يصير ماما لك شو بدكم فيهم كذابين ملافين كم مرة قلت لك انه هدول ما بيهمهم احنا سحب المصاري هلا شوف شو رح يعملوا فيك يا معطرة ايه رح اطلعوا لك روحي قبل ما تعمل العملية سأل مجرب ولا تسأل حكيم اللي يومين هون هريون من الفحوصات والصور الو اي نعم هون غرفة مدام حداد نعم نعم لا شوفي طيب يلا نزلين لعندكم نزلين هو بعده تحت اوكي يلا دقيقتين شوفي بعد الاستاذ عامر جاي يشق على الماما وقفوا الامن صار لهم ساعتين ليش عميد ما بعرف بيكونوا فكروا هربان من القرون الوسطى لا بليز سمور ما تحكي عنه هيك حرام طيب يلا نازل لعنده قال عامل انهيار عصبي ها عتيل في اكشن بدي حتني معك هدوني معكم وانا كمان معقولة انت استاذ عامر معقولة جاي على المستشفى وجايب معك هيك راديو طيب ليش هدية للست ام نبيل والله اول مره بسمع بحياتي حدا بيهدي مريض راديو عمره شي 300 سنه ايه بس هيدا مش سبب اللي فكفكوه قال شو فكرون فخخ رؤوسهم مفخخة اساليبهم الهمجيه هي الخطر على المجتمع انا مضطر على البيت صلح الراديو وبرجع بعدين طيب استاذ عامر خالتي وسمير رايحين على البيت روح معهم وتعا بكره الصبح الماما عمليتها بكره استاذ عامر انطرنا بالسياره بس نقول باي لخالتي روحوا تقبضني اليوم ما في شي فحوصاته بس طيب ماما حنروح انا ولولا وبكره قبل الساعة 7 الصبح بنكون عندك باي ماما باي بكره بنشوفك باي ماما باي تقبضني الله معكم
وانت يا اختي روحي على بيتك انت وابني. اكيد مش عايز تيني. طالما في تلفزيون انا ببقى هون. ايه وانا كمان رح ابقى هيك بسهر طول الليل انا وعطاف من السلة. شو بدي اروح اعمل لحالي بالبيت؟ خالتي وراكم. الله معك تقبضني. تعال بكير بكره بركي حزنك في شيء. ايه ما تعتلي هم بكره بكون الساعه 6 هون. رايح وصل نبوخذ نصر على البيت. نبوخذ نبوخذ لك نبوخذ نبوخذ مثل بعضها. مش معقول شو بتعلق ام سمور. يلا نمشي. الله معكم. انا رح روح شوف عفاف شوي اتسلى معه وبرجع. ايه ما رح اتاخر. فادي اختي شو اخبارك؟ منيحه صار عندها 4 اولاد. يا ما شاء الله دخلت من عيلة اخذت. سعيد بتذكريه؟ سعيد كان يلحق من مطرح لمطرح ومكان بده اياه. ايه هيدا الضعيف المسلوع على الاسمراني؟ ايه لشو رجعت اختته؟ صار لغيره اختته. ايه لا حبيبتي انا ما بقدم تنازلات كله على قياسات. كيف يعني على قياسات لبيبي؟ ايه اذا قياساته ظابطة دغري هيك خبط لزق والا نو واي. ما فهمتني. هيدي دراسة طويلة عريضة ببقى بعلمك عليها وبفهمك عليها غير مرة. لكن فاديا مبسوطة يعني؟ لا فتري. عم بدقولك من القوت. سي كف كف. لك شو انسى؟ بركي شي مريضة عم بتموت او عم تطلع روحها. ما بيصير يوصي مثل القرود. كل نهار طلبي. اذا بدي رد عليهم ما بلحق ولا بقهو. شو بعرفني؟ المهم شو بدي قلك؟ هلأ في شاب. شو شاب؟ ظهر انه قياساته ضابطة. شو عم تحكي؟ ايه المريضة طعم حياة بتكون خالته. بس لكن ما تتفاجئي هلا بس تشوفيه لانه اصغر مني شوي. بالعمر؟ بكل شيء. احسن الصغار بالعمر بيكون فاعلين اكثر. شو بعرفني؟ ليكي بضل راكد ورايي بيلحقني من مطرح لمطرح بيشحن جنبي ما بيشيل عيونه عني. هيك هي كثير 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 معلق فيي. بس انا هلا عم طول بالي ما عم بعطي رأي هلا. ليش اللي هبلي؟ بكره بيطير من ايدي. لا ما بيطير ولا شيء. بس عندي بعد شوية دراسة قياسات لخلصهم. يا خيي مرتي معها فحصة بالبرارة لشو سكانر الراس. هلا بدك تعلمنا شغلنا تعمل للعملية مطرح الحكيم. مش ضروري يكون عم بيشتغل شغلك اذا استفسرت. طمني مشغول بالي علي شكيت بشي بالراس. لا لكن لشو سكانر يا خيي من جيبتك عم تدفعوا لسكانر؟ مدير عام الضمان الاجتماعي حضرتك؟ ما تعصب تقبضني عم تتفهم بس. لكتن هودي سكانرات والصور والتحاليل رح يتدفعوا عليكي من هلا لوقت العمليه. رح تقضيها طالعه نازله. مش كل مره تعملوا لي خضه. كل انسان يشوف شغله اذا بتريده. طيب رح تطولوا تحت؟ شي نص ساعه. طيب طيب خي لبيب بالكويت هو رامز بالحقلة بجنوب مثل العادة. بس ما بتتضايقي عايشة لوحدي؟ الله كريم لك الله بعت لي ابو نبيل وام نبيل مثل اهلي وقعد. ويني ليكي كم مريض صاروا طالبين. ويني وين بدي يكون يعني مريض الملاهي؟ عند المريضة 369 مرضت لي قلبي قد ما تقيل وبتنق. طيب ام نبيل هذا ام نبيل هذا ام نبيل لوين؟ شو بيعرفني؟ شو عندك؟ سكانر لراسه. سكانر لراسه؟ شو خص راسه؟ المرة جاي تعمل المرارة شو دخل راسه بالدار؟ احتيار. كفي 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 لبيب شو صار عنده هيك؟ بيبي عامر. استاذ عامر ليش قاعد على الارض؟ عم جرب لملم بقايا هالتحفة. واو بكرة لما ماما تشوفك رح تنبسط فيها كتير. حتى ما خلوني أقدم لها إياها. بكرة بتقدم لها إياها لما ترجع البيت. إن شاء الله. شو أعمل بالسهرة؟ ماشي. شو بدي أعمل بهالبيت؟ ونحن ماشي ما عندنا شيء أبدا. أصلا بكرة عنا وعي قبل الضوء. مش ضابطة. معاش مش مغري كتير. بس ما اسمك إلا موظفة وضمان والشهر 13 بتعرفي كله تعويض لاخرتك. ايه اظبط هيك اظبط بكتير.
صوت ام نبيل؟ صوت ام نبيل؟ ايه لوين؟ رح تطلع روحي بالمعامله العمليه. لوين اخذينا هلا؟ عتختف الكلاوي. الكلاوي؟ لك يا عمي شو خاص الكلاوي؟ المره بلا تعمل المراره، شو دخل الكلاوي بالدار؟ احتياط. وبدان كل هالاساتذه ما ضربت عين تاع شيء استاذ؟ ندور التلفزيون؟ لما المرأة في مجتمعنا العربي بدها تعمل وتتعب وتساعد الرجل بمصروف البيت والأولاد لازم تكون حاصلة على كل حقوقها. هلا البابا بيكون معها مستشفى كلها على صوت التلفزيون. بيبي البيت فاضي بدون ماما ودادا. ولبيبي كمان إلا وحشة. بيبي حرام لبيبي نامت بالهوسبيتال وهي بس جارة صديقة. لبيبي ما في منها وإما الله يرحمها كانت هيك خدومة. بيبي أنا زهقانة. وأنا كمان بس مالي نفس لا أظهر ولا أسهر وماما بالمستشفى. بيبي منقول لها أعمل يجي يتقاشى معنا؟ وهو هيقول عليا ايه؟ مالكش دعوه بكلامي دي، انا ليا كلام معاك. ابو نبيه ابو نبيه شوفي 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 انا خايفه من شو؟ من كل هالصور والفصاص اللي عم بيعملوا لي اياها. اكيد بيني شيء خطر ومش عم تقولوا لي. وحياتك ما في شيء. لكن ليش عم يعملوا فيه كل هالعمايل؟ شو طب نبيه؟ طمنيني بعدك موجوعه؟ تعال عندي ابي تعال. شو كانت عم تقلك المسؤولة بلا شيء حالتي خطرة؟ لا هونك يا فاطمة النبي ليه عم بتقولي هيك؟ كل هالفحوصات هيدي كلها عادية يعني هلا ما بقى في عندك إلا إيكول كبد بس. كبد؟ كبد؟ ولا شو إيكول كبد؟ احتياط على قولة عفاف. عارفة انت عارف بسوق داي عايزة؟ بكم مرعوبين؟ طب وزيل بتفوت على غرفة المرضى الساعة 5 الصبح حتى تشفي. ليه؟ ضيقتوا؟ ايه اكيد ضيقنا وانفشلنا كمان. ايه قدموا اعتراض للإدارة برا عملوا معروف. الساعة 5 الفجر يا ظالم. شو مبكرين اليوم؟ ماما عندها عملية. شو جايب لها وقت مناسبة العملية؟ ما كانت خياطة أبو دعسي؟ احترم حالك يا شبتريس. بسيطة يا استاذ عمي بالاذن. الباب شو عم يفتح؟ الباب مقفل. في مجال تفتحه اذا بتريد؟ بعد ساعة و40 دقيقة. شو يعني؟ يعني 8 ونص نفتح باب للزوار. بس ماما عندها عملية بعد 10 دقايق وبدنا نشوفها قبل. صعبة. كيف صعبة؟ بدنا نشوفها قبل ما تفوت على غرفة العمليات. ما في. هاي اهلا. كيف الاستاذ اليوم؟ ايه هي ليش فاتت؟ يا خي 8:30 من الصبح افهموا بقى. غريبين انتوا اللبنانيين ما بتحترموا النظام. ايه بس هي كيف فاتت وليش؟ هيك بيحكوا بهاللطافة. فاتت لأنه بيا المريض مدير شركة أسيرونس والمستشفى كلها بدها رضاها. بتفوت وبتطلع ساعة اللي بدها. هيك الأوامر وصلت من الإدارة. يعني إذا أنا دار طبقي مش مدير إنشورنس ما بتفتح لي بيت؟ ولو بتفتح لك البيت وقلبي ودني كلها بس عشرة تطلع من باب من الطوارئ.
ما حدا يشوفكم. وانا قلت له افتح لي باب وما فتح باب. يمكن لانه ما حكيته مثلي. اخ عالبلد اخ. مش عم صدق. يلا بيبي اذا بدنا نضل عم نحكي بتفوت مام اعمليه بنشوفها. يلا اجي. جود مورنينج. فيتو نحل جيتو لوزعكم قبل ما تفوت. يا مرحبا نبيل. انتبه على بيتك وعلى مرتك. كنت حب اعيش اشوف ولادك يا ماما. خط بس هيدي ماشي طال. يا ماما روقي بقى ليه عم تحكي هيك. ما تخافي ست ام نبيل المراره ماشي انا عملها. صباحو. شو اي ساعه عملت الشامي اللي ما كان لها طعمه بالمره؟ كيف فتوا من الشباك؟ شو كيف فتنا للباب عايرينا؟ يعني كيف فتحولكم باب؟ ولو قلت له افتح لي باب ابو افتح لك طاقه براسك افتح لي باب. طبعا يا شو بيسترجي. شو هالعجلة هون؟ بعدين كيف فتوا قبل الضوء؟ كل واحد على طريقته الخاصة. بعدين اذا بتريد في عرواق معلش اذا بتريد اسمحولنا على برا. ما بدي اعمل العملية هلا. فايت انه ما بدك تعمل العملية. قلي ثلاث ايام بقنعك ما بتقنعي. مخ يابس. شوفوا كيف كنت تقنعوا الحكيم هلا. خلص خالتي ظهروا تعرفوا يشتغلوا شغلهم الجماعة. بابا بابا يا جماعة منو حدا يجي لهون؟ هون طابق العمليات. شو يعني وإذا طابق العمليات؟ يعني مطهر معقم مشان صحة المرضى. يا حبيبي شو شايفنا ممرضين؟ لايكو أنا بدي أحكي بكل صراحة. أنا هالمستشفى ما حبيته أبدا ما ارتحت لها. يا الله يخلصك يا أختي بالسلامة. ليش هيك مؤاملة هون؟ مش عاطلة كتير بس في أحسن أكيد. وليش ما فوتنا مام أحسن؟ لأنه على الضمان. مش كل المستشفيات بيقبلوا على الضمان. بابا أنا مشغول بالي على ماما لأنه بالمستشفى الفايت مفقود والخارج مولود. ما تخاف يا بابا الكوارث كبيرة برا مش بغرفة العمليات. راجعين. وين رايحين؟ رايحين نجيب بقلاوة وحلوين في العملية. عشي دقايق وبرجع انا وسمور. عم تحكي معهم ولا معي؟ معك. بيبي معقول بيجيبوا سويت قبل ما تظهر ماما من عملية؟ مش ظابطة. يا امي حاجة تروح وتيجي دوختينا. ليش هلا تفاجئوا؟ اختي طلعت من العملية وشحطونا وناطرينها تسمحونا نرجع نفوت. عملوا معروف ممنوع تفوتوا كلكم سوا لعندها. تكون تعبانه بتفوتوا واحد واحد. اوكي اوكي اوكي. ثلاثه خالتي شو ماما لا لا بيبي ما تعذب حالك. انا ببقى وبكره ان شاء الله الصبح بروح داخل من هون على شغل. وانا ببقى معك. لا انا ببقى اصلا بكره لا عندي لا شغل ولا شيء. بسهر وبحضر تلفزيون كل ام سمير. انا يعني لو نقصت من الشيل ومشي من هالنوا كنت انا ببقى. اسمعوا تعيتوا وكاي خوان طوا كل ليله بكره رايحين على البيت. هيدي اختي انا بدي اقعد عندها. المهم سمير يسهروا من عندكم. ايه بسهروا من عندكم. شو عندك؟ صليوا. واو نفهم كلمة سوا. يلا ولا يهم كلك الله معك. يلا طيب خالتي اذا عدت شي حكيني رقمي معي. حاضر. لو وصل على كل التراب. ليش عم تسألنا بيبيك شي؟ جوعانه انا اللي وفقهم على هالعشاء. لكن ما عندي غير بقلاوه. بتاكلي بقلاوه؟ بيكل حبه. ايوه
يا لكن ايش عندك ولد اسم الله؟ ثلاثة لالله اسم الله. لكن السكري كيف اجاكي؟ معزي؟ سليلي سليلي. اوعى حدا يقنعك انه سكر سليلي. سكر بيه يا عالزعل يا عسميت البدن. شو بك؟ هالشي حيل عمو. ليه؟ مع اني لم يزعليني ولا مسموم بدني. ليه عم تطلع روح؟ ما بعرف. كيف تقدر تزور بدنا؟ رد عليك مدام. شو صار له؟ ما بعرف. اكلت شوية بقلاوة. شو؟ يا عم اسمعوا مني، هيدي السيارة ما بتساعد. لازم تطلع معي بالسيارة حتى بتنكعم وتفتقوا قطب. ايه لا حبيبي، فضل تنكعم وتفتقوا قطبها ولا تسوق فيها انت على الباب، ساعتها بتفتقوا قطبها وبتفتقوا اصابها. لا قصدي استاذ نبيل ما تفهم، انا بروح معه بقرا له شعر من اشعاري هيك بتروق اعصابه وبسوق عمله. اخ دخيلكم تفقوا رح اوقع بالارض. خلص يا جماعه هلا بنيم المقعد وبتتلقح عليه ولولا بتهتم فيها. زي سميت يا عمي ما بيسوى هيك، باستراليا اذا واحد مريض وقام العمليه بيهدوه على البيت بالامبولانس. بشو؟ امبولانس. ما بيسوى هيك حرام. آه حبيبتي من هلا تنصيب مثل استراليا بتكون راحت المره بين ايدينا. شد هبتك. اخ دخيل يا عم مش هالعنيد هيدا، انا قصة هالعمليه مش فايته براسي يا خالتي. هلا عملناها وخلصنا، شو بدك هلا نفوت لجوا اقول لهم فتشونا على المراره ورجعوا لي اياها؟ زي سمير ما بيسوى مشان امك. يا سمير خلص، ما انت بتفهم وعاقل وبتحب نزيح. عم تحكي معي مثل ولاد صغار شفنا قدامك. وانا مع مين بطلع؟ بابا انت روح مع سمير. لا والله هديك مرة طلعت معه راح نص عمري، ما ممكن بروح بالسيرفيس ولو بالسيرفيس اشرب. يا لك 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 عمو ابو نبيل، والله يا عمو ابو نبيل اذا بتطلع بالسيرفيس عن جد بزعل منك. ايه حقه كرامته بالدق. دخيل وراح تطلع روحي. يلا ماما وصلنا. جربي نامي تاكينا وصلنا. كيف بدي اذا نمت غضو راسي عطى من جسمي، حس الدم عم ينفر من وجهي. يي مظبوط بيبي، راس واطي. شو بلقمون؟ لقيلك شي طريقه عليلها راسها بيبي. كيف؟ ما بعرف شوف اخترعي. زلمة 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 ليش صاير عليك يا ابني؟ الحمد لله على السلامة. شو سمون مبين بعد ما وصلوا؟ وصلوا؟ إذا وصلوا قبل ثلاث ساعات بدي دعسك على راسي. يسلم راسك حياتي. شو قصتك مشي بتركب عليه؟ رح انطر لهم هون. إيه وأنا بنطر معك. هي دقس كثير حلو اليوم. أخ دخيلك يا أبني. حش تنزل بالجمر خدنا عليك. اوكي ماما روقي روقي. ماما تنفسي طويل ما بتنوجعي. دخيلك انا هلك يا امي. دخيلك عم هلك. روق بيبي روق. شو تأخروا؟ صرنا شي ساعة ناطرين.
شو عم بيعمل زيح العروس لطاط النبيل؟ زلحفة. شو يعني زلحفة؟ سلحفات. حدا بقول لك زلحفة وعم تسوق؟ على شو عم ينتقدني؟ يلبق له. لولو؟ عيين لولو. لا اذا خالتي اجت لهون وبدها تفوت لجوا، كيف بدها تقطع هالمشوار كله لتوصل لجوا؟ انا بحملها. طب شو بتحمليها انت؟ فيك تحمليها؟ بعدين شو ناسي انه خالتي مريضه وموجوعه؟ اذا حملتيها بتوجعي اكثر؟ ايه مظبوط. هي بنحملها على الكرسي. كرسي؟ ومعك حق والله. قوم جيب كرسي. نعم. انا بدي اقوم جيب كرسي وانت قاعد؟ وين المساواة بين الرجل والمرأة؟ بدي اقوم جيب كرسي. لا انت بدك تقوم جيب، انا ما راح اقوم جيب. يا حبيبي تقلي قوم جيب الكرسي. انت قوم جيب الكرسي. بلا مساواة بلا بلوط. يقبرني رجولية. هيك بدي اياك رجال ما يبقى ثيابك. يقبرني جمالك. حياتي كنت عم بعمل لك تاقف لشوفك اذا رجال. هيك امر سمور. لا 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 ما عندي نجحة. فسر لي التبريد. أنا مستر. أهلا شو عم بيخبرونا إن النبيل شوفوها جاي بالرب للمستشفى؟ شو بها؟ أنا عم بالأرحى؟ لا عيني مرارة. تفضل. الحمد لله على السلامة. الله يكرمك. تفضل. يا عمي سلامتك، كيف تعمل مرارة وما بتخبرينا؟ ليه بدها تخبركم؟ ليه انتو دكتور؟ شو عم تتلأمن علينا؟ لا 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 عم تمزح معكم ولو. تفضل. شو ام نبيل؟ خبرينا. شو بدي خبركم؟ من اول ما حسيتي لهالسك اللي نحنا فيها، كيف صارت معك؟ ولا يا ام اسعد، حسيت بالعين نفس بالأول ودوخة وطلعت المرارة. اوف شو رح نسمعها هالكلمة. هاي كنت خرميني على فت أرهيلي. اتنعمي بيها قد ما فيك. هلا انا بس خلص اكل انا بالاستلمة. اوكي بعد الارنبيت ولا خلاص؟ لا شو خلاص، انا بعد ما اكلت. انا بقلي لك مقلي خاص لك. ماما بفيك وزا. واو انا بموت بالكوسه المقلي مثلك. معقول انك مش مضايق؟ ايش بتعمل مثلك؟ كل بفادي كل. لا ميرسي سمير. يا كل شو بيك برملي بوز؟ شو اول حدا بفوت على المستشفى؟ عم بقول لك ميرسي ما بدي. انا بكلا. تفضل. صحتك. واو مش معقول اشوشو مشموش بدل يحكوا مبيتك وماما رابطة قبالي. شو عيدريها؟ ارنبيت مقلي. لو بتشوفي بعد شوي لما ينزل الكوسة على الساحة صفي بيبي صفي ليطلع لك شي مقلي. هلا بقلي لك مقلي خاص لعلك. يا الله كمان اشوشو مشموش. شو اشوشو مشموش؟ شو يعني؟ خبريني من الاول شو حسيتي اول شي. والله يا ام شكري صرت حس بالعين نفس، بعدين
صرت حس بدوخة مثل ما بدي حسي هلا. كنت عم فتش عليك. ضايع بهالعشا. او ماي جاد بيبي، كثير في ناس، كثير في عشا، ما شحالوا هيك. بيبي شو بيك؟ راسك عم يوجعك؟ تعبت. من شو؟ من كل شيء. من الضمان، من المستشفى، من الناس اللي كانوا معنا بالأوضة، من العجقة، من الطريق، من القرنبيط، من الأرجيلة. شو جايز فينا نقضي عندكم بالأوضة؟ هون بالأوضة؟ شو وين الأرجيلة يعني؟ وإذا بالأوضة يعني؟ ليه؟ مسجد الأوضة. شو الأوضة غرفة العمليات؟ بعدين أستاذ يعني إذا بتسمح. بس بدالك تخلصنا من المستشفى نحن. خلوا من الأرجيلة يعني. ما زال متفقين ومقررين لشو عم تسألونا؟ تفضلوا، تفضلي لبيبي. كنا بالمطبخ، خذنا ريت لقلي نقصر على المعصلات، بقلنا فتنا لجوع عند شو بكي؟ ما عم نحكي. خذنا ريت الزيت تقصر على المعصلات، قلنا فتنا لجوع على الصالون، ذكرنا انه خالتي مريضة، شو معقول الأرجل اللي مريضة؟ بعدين أنا أستاذ ما فهمت. شو دخل الأرجيلة بالمرارة؟ شو خصوا بعض ما نمر على بعض. بعدين قدام المدخل برا الناس فاتت ظهرة، شو بنعمل يعني؟ شو بقولوا عنا بلا فكر؟ خالته مريضة، فني عينيه عم بيعرض له؟ يقبرني الذكاء. لك لا مش ذكاء، منطق هذا. فقررتوا تجوا تأرجلوا عنا بالأوضة ما هيك؟ دقيقة بخالتي؟ لا ليه بده يتضايق؟ إلا إذا كانوا بدهم يعملوا شيء مزعجين منا. لا لا بيبي. نبيل بس كان بده يرتاح شوي. من شو بده يرتاح؟ دعيكم خرماني على سيجاره، ليش شبعتكم هون بالاوضه؟ برا ممنوع. بشرفك ماما، بعد السيجاره عني انا بتضايق. اعطيني الدور. اهلا وسهلا. ان شاء الله بنكفيكم بالافراح. الحمد لله على سلامتك. الله على سلامتك. الله يسلمك. كتر خيركم بالافراح بنزوركم ان شاء الله بتسلوا مع فهيد. يا اهلا تبوا عدوه. شو هيدا؟ ثلاث ساعات استقبلنا كلها ويحة شطب. اكل معطر. ابن نبيل قومي نيري بتختك جوا، قومي. بلكي اجا حدا. منخبرهم نحن، ما نحن 100 واحد وحافظين الدرس. اول شيء العين نفسه دوخه وهكذا دواليك حتى وصلت العمليه. يلا قومي نحن منخبرهم. دخلك وينني كلهم؟ صحيح، وينهم مختفيين؟ أنا تعبتكن معي كثير. ما تقولي هيك مام. سلامة عيلتك فاطمة نبيل. لبيبي اطلعي ارتاحي وتحممي. ليه عم تقولي هيك فاطمة نبيل؟ شو طالعة ريحتي؟ لا ولي، بس أنا قصدي اطلعي ارتاحي وتحممي ونامي. عندك قومي قبل الضوء. ايه هيك معك حق. هو انا ومرتاحه ما بتحملهم القرود اللي عندي بالمدرسه، فكيف اذا كنت تعبانه؟ بعد بدك مني شيء؟ لا لا بيبي ما تقتلي هم، ما انا هون. اوكي انا طالعه، اذا عدت مني شيء من الشباك فرد صوت لا بيبي بتلاقيني ناطه لعندك. باي. الله معك يا حسن. ليش انا بعد قادره اصرخ؟ مام اذا عدت شيء عيطيلي. لولا تعالي حد شوي. شو مام؟ ليك انا وقت ما عرفت انه نبيل بده يتجوز اجنبيه خفت، بس بعدين لقيت حالي غلطانه.
ما كان معي حق. انت طلعتي مثل اللبنانية واحسن منه بكتير. حبيبي باستراليا كمان مهم في حنون. في حبيبي مش بس بلبنان، بس باستراليا ما في جوج ومجموج. يا اهلا، شو صرنا؟ شو حسيت؟ والله يا ابو رشيد، اول شيء حسيت بالعيان نفس مثل ما انا حاسس هلا تماما. ايه، وبعدين صار في الدوخ مثل ما عم بصير معي انا هلا تماما. وبعدين حسيت انه راح يغطى على قلبه وتعبانه كثير مثل ما عم بصير معي انا هلا تماما. وطلعت المراره. يعني انت هلا معك المراره؟ يمكن، مين بيعرف؟ وين هلا؟ نايمة مثل ما طالع بيري اعمل هلا تماما. اهلا وسهلا فيكم. سيدي شو قام تعمل؟ الحسابات بكره القبض والدفع كمان. كنت كل مره بتسائل بيوصلوا من هون بيروحوا من هون. ما بقي شيء؟ حسب حساباتي طاروا قبل ما نقبضهم. معاش انت او معاش انا؟ اثنيناتنا فوق بعض. بدك سمعك ولا بلاها؟ بلا بدي. يا عمي شو هالخبرية؟ معقول؟ أي خبرية؟ بدك تحددي تنعرف إذا معقول ولا لا. قصة الكلاوة تبع أم نبيل معقول يوقفوا كلاويها؟ والله هيك صارت. صراحة أنا وقفت معي الخبرية عند المرارة. إذا بدك فوت اسألي جوا، الاستعلامات في غرفة الجلوس. تفضلي. لنرجع للدفع، فاتورة الكهرباء وإختها المتر، فاتورة المي والستان تبعات، فاتورة البلدية والزبال اللي بيجي على الموبيلات، فاتورة التليفون والسلم، فاتورة اشتراك الانترنت والنتورك لأن الكابل بضل مقطوع، فاتورة الدش واستئجار الدي في دي لأن الدش بضل مقطوع، فاتورة مية الشرب والأنانة المعقمة لأن مية الحنفية بتضل ملوث، فاتورة البنزين تصلح المقصات والأماتسورات بسبب الشوار والحفريات إلخ 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 إلخ. شو بيبقى لنا؟ ماشي، نزيد عليهم فاتورة كافي وسكر. اليوم جبنا سابقة وقية. يا عيب الشوم علي يا ام نبيل، تعمل عملية بالمخفي عني؟ لشو انا شو عملي فيها؟ قتلت لبيا؟ والله مش بعيدة. او ماي جاد، مين عيدي؟ هيدي حنوني من بلادي تقوم بواجباتها الاجتماعية. Good night baby. بيبي مهم بالبيت وكل شيء سلامة. والله صرتي تعرفي شو يعني سلامة؟ اليوم سمعتها أكثر من 1000 مرة. بيبي ظهري مقطوع، إجري مكسرين ورياتي مطبين، حاسس حالي مثل جدي زخية الله يرحمه. لا بيبي أنت بتضلك قوي وسكتي. بيبي قلتلك حاسس حالي مثل جدي زخية، مش قادر. ليش؟ شعراتك ريحتهم أرنبيط مقلي. Good night baby. بيبي لازم نجيب تعد أكبر. Good night baby. بدي اختي بدها شيء، رحني بالبنو. طيب فيني اخذها بخدمتي؟ خدها، انا اصلا بنام بلا مخدم. وعلى حريم كمان. خدها. يلا، ما هذا الضوء الضوء ولا اما ابو دبيبي بشرفك عمد لي عيوني طفي الضوء. سمير شو عم تعمل هون؟ شو عم بعمل؟ عم بعمل نايم، شايفني نايم. طفي الضوء الله يخليك، بدي نام. ناوي تنام هون كل الليل؟ شو نصه يعني؟ طفي الضوء خلص بدي نام. تكرم عينك.
هالعلقة هي. أم سمير قال هي الوحيدة اللي بتهتم بأختها لما أختها بتكون عاملة عملية، فاحتلت تختي وسمير محتل الصوفة. ما بعرف ليش نايم هون ومين بده ياخده. لولا أنت حدا محتل لك تختي. بعد اللي صار اليوم ما بصير لا بأستراليا ولا بأمريكا ولا بيوروب، بس هون بصير وبيختموا عليه صنع في لبنان. طيب ليش ما بتفلف لهم؟ لهن اللي مفلفلين تعودنا عليهم، ولو ما اجوا حماتك كان زعلت كتير. ايه بس مام كانت مضايقة منهم. اذا اخذها بتفل الليلة من البيت بتزعل اكتر. قصة كبيرة كتير ما لها حل. ما بعرف، يمكن هيك احلى ويمكن لا. مين عيدي؟ خير ما يصنع صاير شيء حتى جاي لعنا الساعة 12 ليلا. كنت عند بنتي امال بالحمرة وهلا بهني واصلة. خبرني ابو عصام انه نبيل عملت عملية، مظبوط؟ مظبوط. شو صار لها؟ المرارة. خبرني كيف صارت؟ شو حست؟ بليز تعطيني انا هبرة؟ هبرية. اول شيء حست بلقايين ناس، بعدين وبعدين حست بدوحة. دوحة ولقايين؟ ما تخافوا، اكيد هذه مرارة. نو